وأنا عايز أتأمل معاكم في هذه الليلة في بعض إحسانات الله إلينا. ما أقدرش أقول في كل إحساناته لأنها لا تعد ولا تحصى. في بعض إحسانات الله إلينا أو في أهمها، يعني أول إحسانات الله إلينا العطاء. فربنا دائما يعطينا من البدء، أعطانا الحياة وأعطانا العقل وأعطانا الضمير، ثم فيما بعد أعطانا الوحي والأنبياء، ثم بعد ذلك أعطانا الفداء والخلاص. كل دي من إحسانات الله إلينا إحنا بننساها لأن تبدأ إلينا أمور طبيعية. بل أعطانا الله كلامه المحيي الذي كان يتغنى به داود النبي ويقول له وصاياك هي درسي، ويقول له إن هذه الوصايا أحلى من العسل والشهد في فمه. مع إن أيام داود النبي ما كانش فيه كل الأسفار اللي موجودة عندنا ولا العهد الجديد، كان يدوبك عنده أسفار موسى الخمسة ويشوع والقضاة ورعوس وجزء من صموئيل. وربنا أيضا أعطانا روحه القدوس لكي يسكن فينا، وأعطانا روحه القدوس لكي يرشدنا، وأعطانا النعمة وأعطانا القوة. كل دي حاجات بننساها، بينما داود النبي بيقول ولا تنسي كل حسناتي. وأعطانا الإيمان، يعني نشكر ربنا أن احنا ولدنا في هذا الإيمان وأخذناها بسهولة ما تعبناش فيه. وأعطانا أيضا السلام وقال سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم. ومع السلام أعطانا الطمأنينة والرجاء إلى جوار أنه يعطينا احتياجاتنا المادية. والسيد المسيح يقول عن الآب إنه يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. وأعطانا كل حاجة لدرجة أن المثل العام يقول إله العطاء يعطي البرد على قد الغطاء. أقول هذا لأن أحيانا أفكر في الناس المساكين اللي ما عندهمش بطاطين ولا الحفة وبيناموا كده على حصيرة ولو في الهواء. ربنا بيعطيهم البرد على قد الغطاء. وربنا أعطانا الخلاص وأعطانا النجاة. بيقول من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين الآن أقوم يقول الرب أعمل خلاص لني. والله أعطانا ما نعطيه
حتى الذين يعطونك شيء الله أعطاهم اللي بيعطوه وأعطاهم موهبة العطاء أيضا، فكله من ربنا. ولذلك داود لما جمع تبرعات من أجل بناء الهيكل أو من أجل شراء الأدوات اللي تبنى بها الهيكل، قال لربنا منك الكل ومن يدك أعطيناك. بل أعطانا الله أن نعرفه، ودي نقطة جميلة جدا، أعطانا الله أن نعرفه. واللي فيكم بيحضر قدسات غريغوري يجد تأمل الكاهن كتير في حكاية العطاء. حتى الكهنوت نفسه اللي هو فيه يقول أعطيتني هذا السر العظيم، أعطيتني إسعاد جسدك الكريم يا رب. فكل حاجة عندنا هي من ربنا، لكن للأسف الشديد إحنا ما يوجد كل في أيدينا لا نتذكر إنه عطية من الله. وده نوع من القرآن الجميل، إن ربنا يعطينا أشياء كثيرة فلا نذكر إطلاقا أنه هو الذي أعطانا، ولا نشكره على كل ذلك. الإنسان الروحي بيشكر ربنا على كل شيء، حتى في الصباح ممكن يشكر ربنا على الشمس المشرقة، لأن في بلاد ما فيهاش إشراق الشمس إلا نادرا إلا نادرا. يشكر ربنا على الهواء، يشكر ربنا على كل شيء. والشخص الذي يعطي مفروض يقول لربنا إن الكل من عندك ونحن مجرد وكلاء على مالك، لا نعطي الناس، إنما أنت الذي تعطيهم بواسطتنا. الله أيضا بيعطينا المغفرة، بيعطينا الحل من فم الكاهن، لكن المغفرة هي من الروح القدس، وما بنشكرش. يعني كم مرة الواحد منكم أراد الأب بالكاهن تحليلا على رأسه وشعر أنه أخذ المغفرة وما شكرش ربنا؟ عيبنا أننا شعب لا يشكر. الله يعطي كثيرا ونحن لا نشكر على شيء من كل هذا. الله أيضا يعطي الستر، الستر سواء من الناحية المادية أو من الناحية الروحية. يعني الناحية المادية يبقوا الناس تعبانين جدا في حياتهم المادية ومع ذلك مستورين، محدش عارف عنهم حاجة. وإحنا ساعات في العطاء نفتكر الأسر المستورة،
فهل كل هؤلاء يشكرون الرب على الستر؟ وأيضا الستر من الناحية الروحية، ياما الواحد بيخطي خطايا كثيرة لو عرفها الناس كانت تتغير معاملتهم ليه، ولكن ربنا بيستر وما بيكشفوش. وإحنا في صلاة الشكر اللي بنقولها كل يوم نقول نشكر صالح خيرات لأنه سترنا، أول حاجة نقول لأنه سترنا. كل هذا وما بنشكرش، عشان كده المزمور بيقول ولا تنسي كل حسناته. أيضا الرب هو الذي يعطي كلمة للخدام لكي يقولوها للناس. بولس الرسول في الرسالة إلى أفسس إصحاح 6 يقول صلوا من أجلي لكي أعطى كلاما عند افتتاح فمي. وياما ربنا أعطانا كلمة نقولها للناس ولم نشكر، كما لو كان هذا منا وهو ليس منا. فأول نعمة مفروض نشكر ربنا عليها هي نعمة العطاء. يريد كل واحد فينا يتأمل كم أعطاه الرب في حياته، إيه الأشياء اللي أعطاه ربنا في حياته. رجل مثلا متزوج وامرأته إنسانة لطيفة جدا وعيش معها حياة كلها سلام ومحبة، ومفروض أن المرأة الصالحة من عند ربنا، فهل هو بيشكر؟ يقول يا رب أشكرك أنك أعطيتني مثل هذه الزوجة وكذلك الزوجة اللي مرتاحة مع جوزها. هل تقول له أشكرك يا رب أنك أعطيتني مثل هذا الإنسان المريح؟ في كلمة لطيفة قالها الرسول، بيقول إيه؟ كل عطية صالحة هي نازلة من فوق من عند أب الأنوار. كل عطية صالحة، فشوف العطايا التي في حياتك وأشكر ربنا عليها. نقطة تانية بيعطيها لنا الرب هي نعمة الحفظ، الحفظ والإنقاذ. بيقول أحفظك حيثما تذهب. وأكبر مزمور عن الحفظ هو مزمور 121، يا ريت تحفظوه لأنه معزي جدا. يقول الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ خروجك ودخولك من الآن وإلى الأبد. وإحنا ممكن أن نتأمل في هذا الأمر، كيف يحفظ الرب خروجنا ودخولنا وانت خارج من بيتك رايح الشغل أو رايح الدراسة. يحفظ الرب خروجك ثم يحفظ رجوعك أيضا، يحفظ خروجك من البيت ودخولك في مكان العمل ثم خروجك من مكان العمل ودخولك إلى البيت.
بل حتى في نهاية الحياة يحفظ الرب نفسك وهي خارجة من الجسد، ويحفظها وهي داخل الفردوس، ثم يحفظها وهي خارجة من الفردوس ودخل ملكوت الله أو أورشليم السمائية. الرب يحفظ خروجك ودخولك. يا ريت نشكر ربنا على كده ونطلب منه هذا الحفظ، أن يحفظ خروجنا ودخولنا. وفي هذا الحفظ ياريت يكون أمامنا حقيقة لا تغيب عن أذهاننا، إن حياتنا كلها وفي كل حين حياتنا في يد الله وليست في أيدي الناس، ولا في يد الشيطان، في يد الله وحده. بهذا الحفظ، ولذلك القديس الأنبا أنطونيوس لما هاجمت عليه الشياطين وأتعبته قال لهم لو أنتم أعطيتم سماح من الله أنك تؤذوني فمن أنا حتى أقاوم الله؟ وإن ما أخذتوش سماح فلن يستطيع أي واحد منكم أن يؤذيني. ليه؟ لأن حياتي في إيد الله مش في أيدي الأعداء. ربنا بيحفظ الإنسان من الضيقة اللي هو فيها، ويحفظه من الضيقة اللي جياله في السكة قبل ما توصل. يعني دانيال قبل ما يرموه في جب الأسود كان ربنا أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود، عشان كده لما اترمى ما بقاش في خوف. والثلاثة فتية لما ألقوهم في أتين أتون النار كان قبل ما يوصلوا للنار ربنا أبطل قوة النار فلا تستطيع أن تؤذيهم ولا حتى تؤذي ملابسهم. ربنا في حفظه لنا بيحفظنا من أمور كثيرة إحنا ما نعرفهاش. يعني أنا مرة اديتكم عز عن الخفيات والظاهرات، في معونة الله توجد خفيات ربنا حفظنا فيها وإحنا مش عارفينها. إحنا بنشكره بس على حفظه في الأمور الظاهرة، لكن في أمور في الخفاء كثيرة ربنا حفظها علينا. ربنا حفظ المتوحدين في البراري والقفار وشقوق الجبال، حفظهم من الحيوانات المتوحشة ومن دبيب الأرض ومن حروب الشياطين. كل دول كانوا ناس عايشين بلا أي وسيلة من وسائل الحفظ البشري، مفيش غير ربنا.
هو اللي بيحفظ. بل في هذا الحفظ داود النبي يغني بهذا في مزموره ويقول: نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. تصوروا عصفور معمول لفخ الصيادين، ده في ايده ايه اللي يعمله؟ الفخ انكسر ونحن نجون. هذا الحفظ الإلهي. بل إن ربنا حفظنا أكثر من هذا لما قال: ها أنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب. حاجة صعبة، ده ذئب واحد ممكن يرعب الغنم. فكان بالأولى لو كان غنم في وسط ذئاب، فماذا كانت النتيجة؟ تحولت الذئاب إلى حملان ولم يصبنا شيء. يعني الناس اللي قاموا ضد المسيحية في عهد الدولة الرومانية كانوا ذئاب ضد حملان، فماذا كانت النتيجة؟ تحولهم أنفسهم إلى حملان وانضموا إلى الإيمان. حفظ ربنا عجيب. يا ريت تتذكر كم مرة حفظك الرب فيها. بل أكثر من كده، ما يقوله المزمور: الرب يحفظ الأطفال. الأطفال اللي مش دارينين بأي خطورة، ممكن ساعات واد يبص من شباك ويوتر راسه وأمه تصرخ خايفة لو تقل ينزل تحت، لكن ربنا حافظ الأطفال. وياما يحصل إنه بيمد إيده على حاجة خطرة وما يجرالوش حاجة. الرب حافظ الأطفال وحافظ الضعفاء. الرب بيحفظنا برضو من الخطية، كما حفظ يوسف الصديق، ويحفظنا من حروب الشياطين. يا ريت تفكر ايه هي المواقف التي حفظك الرب فيها وتشكر عليها، وإلا نبقى ناس ناكرين للجميل. نقطة تانية نشكر ربنا عليها من كثرة إحساناته، إن هو بالنسبة لنا الراعي الذي يرعانا. يقول: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن خراف. وإحنا في كل صلاة من صلاة الساعة الثالثة بنذكر هذا المزمور، مزمور 23: الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربطني، وإلى ماء الراحة يوردني، يرد نفسي ويهديني إلى سبل البر. لحظة، كلمة يرد نفسي يعني يعطيني حياة التوبة، يردني إليه، كما فعل مع الخروف الضال. خروف ضل عن جهل ولا يعرف أين هو ولا إلى أين يذهب، فربنا مشي وراه في الجبال في التلال العالية وجابوا
حمله على منكبيه فرحا. ياما احنا بيحصل لنا هذا الوضع، وضع الخروف الضال الذي يسعى الله اليه دون ان يسعى هو الى الله، ويغدو ويحمل على كتفي فرحا. ومن اجمل الكلمات عن الله الذي يرعى ما ورد في سفر حزقيال النبي اصحاح 34، يقول انا ارعى غنمي واربضها واسترد الضال واسترجع المطرود واجبر الكثير واعصب الجريح. هذه ربنا اللي هو بيرعى غنمه ويربضها ويبحث عن الضال ويسترد المطرود. عجيب ربنا في حنانه وعطفه لما يقول ابحث عن الضال واسترد المطرود، ده ربما يكونوا ناس خطاه والكنيسه طردتهم، ولا كاهن زي اللي جاني سؤال عنه قال له لحل ولا هجازه تحل عليك لعنه الرب، ربنا يسترده كده ويعصب الجريح ويسترد المفروض. ادي امر ربنا كراعي. لذلك نحن نفتخر في كل حين باننا من غنم رعيته. ولذلك اغسطينوس الذي كان اسقفا وله شعب تحت رعايته قال له انت يا رب الراعي ترعاني وترعاهم، ترعاني وترعاهم، وانا امامك تلميذ انت تعلمني وتعلمهم. ولذلك ربنا يقول اعطيكم رعاة حسب قلبي في سفر ارميا النبي. احنا نشكر ربنا الذي رعانا وهو الراعي الاعظم لشعبه، ومع ذلك اعطى رعاة لشعبه يرعونهم من قبله. فما دام هو الراعي يبقى اي انسان يعتبر راعي يكون الله ساكن فيه ويرعى الناس من خلاله بواسطته، مش هو اللي بيرعى الناس، ربنا بيرعى الناس من خلاله وبواسطته. دي بعض من احسانات الله الينا لو كنا نذكرها. ونطاوع داود النبي لما يقول ولا تنسي كل احساناته.